لساعات طوال يجلس بشار من أجل توفير لقمة سائغة لعائلته، لكن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضر المفاجئ بسبب فيروس كورونا أفقل كاهله وبات في حيرة من أمره يبحث عن البديل. سدعنا ارتفاع الأسعار بالنسبة لإحنا يعني حيرة أسعار ارتفعت البيض والمواد الغذائية وهاي يعني تطلع عين خاصة إحنا الفقرة يعني بالنسبة لسعنا صاحب بسطة تطلع 104-5000 دينار يعني ما عم شتاع مويدة ما عم شتاع البيت ما عم شتاع الأسعار وهذا يعني الشيء يعني ما يضر يعني إحنا بس ما فتحوها فشي نعملوا لجنة يعني هاي ما لها باي الحكاية باي المواد الغذائية وتشوف إحنا حالتنا بخص البلد واقف كله على بطالة وعطالة. مواطنون وأصحاب المحال التجارية وجهوا أصابع الاتهام إلى التجار الذين استغلوا اضطراب البلاد وإجراءاتها الاستثنائية من أجل الربح السريع واحتكار المواد في مخازن تمهيدا لرفع الأسعار لعدم وجود رادع قانوني يتابع حركة الأسعار في الأسواق العراقية. هذه هي تجار الحروب، تجار الأزمات، والناس ننصحهم يا بترى والله العظيم المواد تغطي الموصل 5 سنين 4 سنين، لا تديرون بال، موجودة كل شيء موجود ومتوفر. مواد عم تغلق قط قطين ومواد ما عم تتوفر، وأرزاقنا رزقنا راحت النساء، أرزاقنا ما ضل عند الرزاق، أفضل ربع الأرزاق اللي كنا ناخذها وأرزاقها اللي نشتريها مضاعف أكثر من سعرها، فايش موقفنا وناس عمال احنا. من جانبها حذرت خلية الأزمة تجار الحروب ومستغلي الأزمات من احتكار المواد وإثارة الشائعات بين الناس، مشيرة إلى أن هنالك عقوبات شديدة بحقهم، مؤكدة أن الحدود ستبقى مفتوحة أمام حركة السلع والمواد الغذائية. وأبلغناهم بصراحة وبكل قوة إذا ما استغل أحد هذا الوضع في زيادة الأسعار أو استغلال المواطن سيحال إلى القضاء، وهناك قرار من مجلس القضاء الأعلى حدد من يثير الشغب أو الإشاعات أو احتكار المواد يحال إلى القضاء، وهناك أحكام تنتظر. نينوى بخير والحدود مفتوحة ولا يمكن غلقها، والاستيراد مفتوح ولا يمكن إيقافه في حتى مع دول الجوار. تخوف السكان من فيروس كورونا وانتشاره هو ما دفعهم إلى التسوق والتخزين خشية من حدوث أزمة في المواد الغذائية، خصوصا وأن البلاد تعتمد بشكل كبير على المواد المستوردة. من الموصل قاسم الزيدي، التغيير.